السلام عليكم. شرعت المجموعة الفرنسية لونو في تونس رسميا في تسويق الجيل الخامس من السيارة الشهيرة كليو التي زينت قاعات عرض رونو ونالت استقطاب شريحة واسعة من المعجبين بالعلامة الفرنسية. وعرضت هذه السيارة بصيغتين: الأولى بمحرك بنزين بسعة 1 لتر ثلاثي الأسطوانات يولد قوة 75 حصان بسعر 52 ألف دينار تونسي بما يعادل 250 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية. أما الطراز الثاني من كليو 5 المعروض للبيع في تونس يأتي بمحرك بسعة 1 لتر تي سي او تيربو ثلاثي الأسطوانات يولد قوة 100 حصان، عرض بسعة 62 ألف دينار تونسي أي ما يعادل 300 مليون سنتيم. وللتوضيح عزيزي المشاهد، هذه نفسها اللي سوقوها السماصرة في الجزائر بسعر 410 مليون سنتيم. سلام.